بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الصف السادس. اليوم درسنا عن النون والميم المشددات الموجودات في القرآن الكريم عند التلاوة. في أي آية تأتي النون عليها شدة أو الميم عليها شدة فإننا ننطقها بمقدار حركتين. يوجد في جسم النون ويوجد في جسم الميم حركة الغنة، وهي صوت جميل يخرج من الخيشوم. مقدار النون هو مقداره حركتين، فمثلا في الآية الأولى والنهار، كيف بدي أعرف قديش هي الحركتين؟ بحسب إيدي، بخليه ممدود السبابة، بفتحه وبسكره، هذه هي الحركتين، وهلأ رح أشرحها بالتفصيل بالفيديو المرفق. فإن مش فإن مع، بحكي فإن أو إنا أنزلناه. في فرق بين إن تبع النون تبعت إن وبين النون تبعت أنزلناه. بالناصية، تمام. إذا عندي هنا النون المشددة والميم المشددة، أيضا هي هنا النون، حرف النون الذي عليه شدة ويكون وسط الكلمة أو آخرها، أكيد ما رح يجي في أول الكلمة ومشدد. بالنسبة للميم المشددة، مما خلق، وانا عمالي عم بشد على الميم بمقدار غنتها حركتين، ثم رددنا حركتين، لو عمالي بفتح اصبعي وبسكره، واما عما. اذا هون كمان لاحظت انه الميم المشددة هيو تعريفها، اللي هو حرف الميم الذي يكون عليه شدة ويكون في وسط الكلمة او اخرها. الحكم هي تغن، يعني غنة، في عندي حكم الغنة مقداره حركتين، تغن النون والميم المشددتين بمقدار حركتين. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. أحكام النون والميم المشددتين. حرف النون المشدد وحرف الميم المشدد، أي الموضوع عليهما علامة الشدة، ينطق الحرف بغنة، أي بصوت رخيم يخرج من الأنف. هذه الغنة مقدارها حركتين، قبض وبسط الإصبع. نلاحظ كيف تنطق الميم المشددة والنون المشددة. عم يتساءل عن النبأ العظيم، إن جهنم كانت مرصادا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار